زي ما حضراتكم تابعتم خلال الساعات اللي فاتت، التصعيد الإسرائيلي مستمر في قطاع غزة والضفة الغربية، والأمر وصل لاستهداف الأطفال والنساء وتحديدا مستشفيات الأطفال بالصواريخ وقنابل الفسفور الأبيض، وفقا لتصريحات وزارة الصحة الفلسطينية النهاردة. على صعيد الضفة الغربية، فقوات الاحتلال هناك قامت بتسليح عدد كبير من المستوطنين وتدريبهم خلال الأيام اللي فاتت، وده بحجة الدفاع عن النفس. لكن الحقيقة السيناريو اللي حصل مختلف. المستوطنين هناك قتلوا مواطن فلسطيني وأصابوا ابنه في جنازة بشمال الضفة الغربية وسط تبرير رسمي إسرائيلي لهذه الممارسات. اللي بيحصل ده تصعيد متزايد للعنف بشكل يعني غير مبرر، محاولات لتهجير لسكان لقطاع غزة وتصفية الأهالي في الضفة الغربية، وكل ده بيوضح المخطط اللي بتسعى له قوات الاحتلال بتصفية القضية الفلسطينية تماما باستخدام العنف. السيناريوهات اللي إسرائيل عايزة تنفذها خلال الساعات القادمة وممكن تكون نتائجها ازاي على عملية السلام، ومسألة استهداف الأطفال والمدنيين ورد الفعل اللي ممكن يخلقوا هذا الفعل العنيف من المقاومة الفلسطينية، هيكون رد فعلهم ايه؟ اللي في ايديهم أسرى وعدد كبير من الرهائن الإسرائيلية. خلينا نتكلم مع حضراتكم بشيء من التفصيل مع أستاذ محمود سلامة الباحث في المركز المصري للدراسات والفكر الاستراتيجي. يعني بعد هذا التصعيد المفاجئ في غزة اليوم والحديث عن الاجتياح البري، كيف تدار الساعات القادمة من وجهة نظرك في الأراضي الفلسطينية؟ يعني خليني أبدأ إنه اللي بيحصل حاليا في الأراضي الفلسطينية المحتلة هي بالنسبة لي تعد إبادة جماعية ممنهجة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بدعم غربي كامل. يعني لو لأول مرة أنا بشوف إنه في صراع ما بين حماس وقوات الاحتلال الإسرائيلي تسير من أجله الولايات المتحدة الأمريكية، حاملة طائرات وقوة عسكرية قوامها 5000 جندي ومدمرات أو قطع بحرية، بالإضافة إلى أنه الدعم الغربي يعني الحقيقة أنه هو غريب جدا في وسريع يا أستاذ محمود. يعني رد الفعل الغربي كان سريع، أو امبارح كانت بتحط مسيرات قوات طائرات مسيرة تحت تصرف قوات الاحتلال. صحيح. فرنسا بتمنع التظاهرات الداعمة للموقف الفلسطيني. عندنا الاتحاد الأوروبي بيوقف المساعدات الإنسانية للسلطة الفلسطينية أو لسكان فلسطين. الأونروا بتصرخ من نقص الإمكانيات عندها، والتهجير وصل أكثر من 423 ألف فلسطيني تركوا أو نزحوا من القطاع، نزحوا داخليا.